أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتوسع الملحوظ لأعمال شركة أكسون موبيل الأمريكية في مصر واستمرارها بالوفاء بالتزاماتها الاستثمارية تجاه مصر على الرغم من كل الظروف العالمية والإقليمية المحيطة. وخلال لقائه لويك فيفان نائب الأول للشركة استعرض مشروعات وخطط توسعات الشركة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. كما أكد مدبولي تطلعه لعقد مزيد من الشراكات التي تؤدي لتوسعات أكبر لأعمال الشركة في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة القوية والتاريخية القائمة بين مصر وشركة أكسون موبيل التي تعمل في السوق المصرية منذ ما يزيد على 100 عام.